أنا الشبيح العميل المزدوج جيسون سمير يونس، أقيم في قرية القني تابعة لمدينة جسر الشغور. حكيت مع أرمين حداد اللي هو شبيح من قرية اليعقوبية على أساس إنه أنا بدي أحكي معه مشان أعطيه مكان تواجد المجموعات المسلحة في القرى المحيطة لنا. حكيت معه بعدين طلعنا على مقر المخابرات الجوية اللي هو في المشروع السابع. بعد خروجنا من مقر المخابرات الجوية حكى معي أرمين وطلب مني مهمة خاصة. المهمة تتضمن أنه أنا أعرف مكان تواجد المجموعات المسلحة في القرى المحيطة لنا، وأيضا تواجد المدفع المغتنم من قرية اليعقوبية، وأيضا معرفة مكان النقيب إبراهيم مجبور. كمان في أيضا شخص نعلم الضيعة اسمه مروان جلوف، أيضا شبيح يعمل للنظام. تم وضع شريحتين صاروخيات عنا في الضيعة واستهدافهم. أيضا يوجد شبيح آخر اسمه محمد مرعى، هو هلا في الأمن العسكري بيخدم هونيك. كان يطلعني على كل التحركات العسكرية ويخبرني في كل شيء بدي يقوم فيه. تعرفت من فترة على شباب شيعة ملفوعة هني، كانوا ساكنين بحلب بعدين اجوا لعنا على اللاذقية. حكيت معهم حزب الله اللي تابع لإيران هو اللي دربهم بالفوعة، بعدين وعدهم بطلعة على إيران لتدريبهم تدريب مكثف أكثر.